نظم مكتب شهيد لقاء الأحبة في أبراج الكويت أمس ضمن البرامج والأنشطة التي يعدها المكتب لذوي الشهداء لتعزيز الروابط الأسرية بمشاركة عدد كبير من أمهات وأرامل الشهداء والأبناء. وقد تخلل اللقاء تكريم الفائزين في مسابقة الشهيد الثقافية 18 الخاصة بتصميم صرح وطني للشهداء من قبل طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت. لقاء للأحبة بأجواء أسرية في أبراج الكويت ضمن البرامج والأنشطة التي يعدها مكتب الشهيد لذوي الشهداء لتعزيز الروابط الأسرية بمشاركة عدد من أمهات وأرامل الشهداء والأبناء. نلتقي مع لقاء الأحبة، والأحبة منه أرامل الشهداء، أم الشهداء، فاليوم نجتمع معاهم في أبراج الكويت، نلتقي وياهم ونشوفهم ونسولف وياهم وناخذ ونعطي وياهم، وفوق هذا راح يكرمون أبنائنا طلبة جامعة الكويت كلية العمارة اللي هم ساهموا ويانا في تصميم الصروح إن شاء الله اللي راح تكون في الميادين العامة والحدائق العامة في دولة الكويت وكل مناطق الكويت. إن شاء الله راح يكونوا معنا في هذه المناسبة، أمهات الشهداء وأرامل الشهداء راح يكرمون هؤلاء الكوكبة من الطلبة الفائزين بهذه الصروح. وقد تخلل اللقاء تكريم الفائزين في مسابقة الشهيد الثقافية 18 الخاصة بتصميم صرح وطني للشهداء من قبل طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت. المساهمة في المشروع الوطني لتصميم مجسمات ونصب تذكاري لتخليد ذكرى الشهداء الكويت، فبصراحة كانت يعني مهمة كبيرة. طلبتنا معظمهم من الجيل اللي ما حضرش فترة الغزو وفترة الشهادة للشهداء الكويت، لكن من يعني مجهود أساتذتنا في المقررات التصميم المعماري والمشاركة مع مكتب الشهيد والمحاضرات اللي اتعملت والندوات، الحمد لله قاموا بتقديم عدد كبير من التصاميم تعدى 35 تصميم. وشدد مدير عام المكتب صلاح العوفان على حرص المكتب على التنويع والتجديد بالبرامج والأنشطة، وضمنها لقاء للأحبة من أمهات وأرامل وأسر الشهداء. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.